في مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدي قناة الأهلي كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية. أسعد بصحبتكم حمد السيد للتعليق على هذه المباراة الفاصلة في مرحلة البيست أوف 3 بلاي أوف من بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة للسيدات موسم 22-23. انتهت المباراة الأولى بفوز النادي الزمالك بنتيجة 3-1، والمباراة الثانية بفوز النادي الأهلي 3-2، واليوم هي مباراة الحسم الثالثة والفاصلة نتمناها حمراء إن شاء الله. الزمالك في الموسم الماضي كان في المركز الرابع، أما النادي الأهلي كان بطل الدوري الموسم الماضي. هنبدأ اللقاء، حكم أول كابتن ناصر حمدي وحكم ثاني كابتن مشيرة مفتاح. بداية على الإرسال اللاعبة رقم 4 للنادي الأهلي دعاء الغباشي. دعاء على بركة الله، إرسال استقبال جيد من مريم، إعداد في مركز 4 لمريم متولي قوية حلوة، وأول لمس شبكة على آية الشامي من كابتن مشيرة مفتاح. واحد لا شيء لصالح نادي الزمالك. بداية لسه ما يتحاسبش عليها ولا احنا كمان نحاسب عليها، في انتظار يعني ما فيش وقت نضيعه في هذا اللقاء بين الفريقين للفرقتين. ميتو مريم متولي على الإرسال. مريم إرسال سابق، استقبال جيد، إعداد من دعاء، ثاني كرة استقبال جيد من لاعبة نادي الزمالك، إعداد خلفي حلوة قوية في إضحاط الصد مرة ثانية، إعداد من دعاء وتعديها سهلة، ولكن برافو ماري، برافو فريدة، ثاني كرة مع نادي الزمالك، استقبال جيد من نادي الأهلي، إعداد من ليبرو الفريق وتطش في إضحاط الصد ولسه مع نادي الزمالك، تطلع يا ولد يا ولد قوية جدا، ولكن برافو برافو اللاعبة رقم 2 ندى وليد، استقبال جيد تاني من نادي الزمالك، إعداد خلفي حلوة، لوان ليج كده حنجلة حلوة على الكرة، لكن دفاع من النادي الأهلي وتطلع آية الشابت شوطها قوية. فينك يا آية؟ فين يا آية لعبك وكرتك والضرب بتاعك الساحق اللي ما بيتردش؟ ولكن في الأخير كرة تاتش في إيد حائط الصد من اللاعبة رقم 5 المحترفة البرازيلية في صفوف نادي الزمالك ميلكا، واثنين لا شيء لصالح نادي الزمالك. ميلكا خدت النقطة والإرسال، وادي فريد العسقلاني وجنبها المعد الفريق النادي الزمالك دانا شاوقي. ميلكا ارسال استقبال مش مظبوط، ترجع تاني لنادي الزمالك وايضا استقبال مش مظبوط، ولكن في حاجه على الترابيزه هنشوف. رقم 4 من نادي الزمالك مريم متولي، في ايه؟ مهم خطأ على نادي الزمالك ولا كرة معادة؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم ونشوف إشارة كابتن ناصر حمدي هتكون ايه. رونج بوزيشن اعتقد. في الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي، 1-2. وادي الكابتن حمدي الصافي طبعا مدير فني، مع كابتن ياسر صلاح مدرب عام، احمد عبد الفتاح مدرب، ايهاب عبد المنعم مدير اداري، دكتوره هدير وحيد طبيب، دكتوره منه الله عادل علاج طبيعي، ودكتوره رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وشريان سامح محلل تقني، ووليد عصمت اداري. في الشبكه و3-1 يعود ارسال نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كابتن احمد فتحي مدير فني، اكرامي هيكل مدرب عام، محمد انور مدرب مساعد، هبه محمد اداري، شادي فهيم محلل تقني، دكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، والدكتور بلال والتوت معد بدني. فريد العسقلاني استقبال جيد من دعاء، اعداد في مركز 4 قويه حلوه، تاتش اوت يا ولد يا ولد، تلعب على التاتش اوت حلوه قوي 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 لاعبه نادي الاهلي، اللاعبه رقم 22 المحترفه اللاعبه كارينا اكاسي. كارينا ضربت مركز 4، كانت عامله ماتش هايل امبارح كارينا. آية الشامي على الإرسال، 2-3، إرسال جيد، استقبال من مريم متولي، إعداد في إضحاط الصد، ندى وليد، دعاء لكارينا مرة ثانية، تاتش يا ولد يا ولد يا كارينا، تاتش إن داخل الملعب، والتعادل 3-3. بداية موفقة للفرقتين حتى الآن. إرسال مع نادي الأهلي، آية الشامي، استقبال جيد من أيسل، تاني كرة إعداد
مريم متولي قوية حلوة، برافو ندى وليد، لكن ترجع لنادي الزمالك وتطلع من آية الشامي هايلة، ده من دعاء غباشي، برافو يا دعاء. تاني كورة أيسر دهنا المنطقة الخلفية الملكة قوية حلوة حلوة يا ملكة، نقول اللي لينا ونقول اللي علينا يا جماعة، كرة قوية جدا من مركز أربعة، حاولت عليها الحقيقة ندى وليد ولكن تاتش أوت ونقطة لصالح نادي الزمالك 4-3. اتعملت حلوة قوي من المنطقة الخلفية، تطلع تحطها ملكة قوية من مركز أربعة لمركز خمسة، حاولت عليها ندى وليد ولكن في الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك. دانا شوقي دانا معد فريق نادي الزمالك، سال جيد استقبال من دعاء الغباشي، تاني كرة لنادي الأهلي، آية الشامي تعديها سهلة، استقبال جيد دانا شوقي، سريعة حلوة لداليا المرشدي مرة تانية، إعداد في مركز أربعة قوية يا ولد يا ولد، لكن برافو تطلع تاني لنادي الزمالك وكارينا وتطلع ملك عفوا مرة تانية وتعدي الكرة سهلة تاني مع نادي الزمالك، لسه الكرة مع النادي الأهلي، إعداد في مركز اثنين خلفي حلوة لآية الشامي، لكن ترجع تاني وتطلع حلوة قوية يا ولد يا ولد يا ولد يا كارينا، حائط صد فردي هايل جدا، سنجل بلوك تحفة من كارينا أكاسيو على لاعبة نادي الزمالك من مركز اثنين، ادي الكورة مرة تانية اهي تطلع على طول اللاعبة رقم 10 مايا ممدوح، ولكن حائط صد قافل الشبكة تماما ومضلمها على مايا ممدوح، ونقطة لصالح النادي الأهلي. كارينا أكاسيو إرسال إرسال في الشبكة من كارينا هارد لك، مفيش مشكلة لسه بدري، نتيجة 5-4 مع إرسال مع اللاعبة مريم متولي ميتو رفقاء الأمس منافسي اليوم، مريم إرسال جيد استقبال من وحلوه حائط صد تاتش اوت يا ولد يا ولد يا دعاء، بتلعب على التاتش اوت تيجي في ايد حائط الصد وتخرج خارج الملعب تحط الكوره ونقطه لصالح نادي الاهلي. يعود الارسال مره اخرى للنادي الاهلي مع ديانا رايس، ديانا استقبال جيد، إعداد في مركز أربعة قوية حلوة من ملكة ولكن بدون تلامس لحائط الصد ونقطة لصالح النادي الأهلي 6-4. يلا يا بنات مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، مفيش فرصة تانية، دي الفرصة الأخيرة. تاني كورة ديانا رايس، إعداد استقبال من آيسل، دانا شوقي، مايا ممدوح، تاني كورة مع النادي الأهلي، دعاء محمد، وحائط صد قوي على مي غزال من داليا المرشدي ونقطة لصالح نادي الزمالك. هارد لك يا داليا يا مي، مفيش مشكلة، وبتعتذر داليا محمد. خمسة ستة داليا المرشدي إرسال، استقبال جيد من دعاء الغباشي، إعداد من دعاء محمد في المنطقة الخلفية ولكن حائط صد قوي على كارينا أكاسيو من فريدة العسقلاني. التعادل 6-6. داليا المرشدي ما زالت على الإرسال لنادي الزمالك. داليا استقبال جيد من ديانا، يعني كورة ودعاء الغباشي، لكن تعدي واتحصلت لخبطة كده في ملعب نادي الزمالك بنقطة لصالح النادي الأهلي. 7-6 إرسال مع دعاء محمد معد فريق النادي الأهلي. حقيقة دعاء امبارح محمد ودعاء الغباشي عملوا مباراة رائعة. 7-6 لصالح النادي الأهلي. إرسال من دعاء محمد، استقبال من مريم متولي لدانا شوقي لمايا ممدوح، ولكن استقبال يعني مش مظبوط، حصل تفكيرين في وقت واحد والكرة طلعت زي ما حضراتكم شفتوا كده من دعاء محمد والنتيجة 7-7. مفيش مشكلة في الأخير نقطة لنادي الزمالك.
استقبال جيد من ندى وليد وكره قويه من دعاء الغباشي، لكن لسه في ملعب نادي الزمالك ايسل مريم متولي وتشوت كره قويه على كارينا اكاسيو، لكن تنزل جنب كارينا ونقطه لصالح نادي الزمالك 8-7. ارسال لنادي الزمالك، استقبال من دعاء، اعداد في مركز أربعة قوية من آية الشامي، لكن تعدي سهلة، تاني كورة وتطلع تحطها ميلكا يتحط الصد وترجع تاني لنادي الزمالك، مرة تانية ميلكا من مركز أربعة قوية وبرافو ندى، برافو ندى وليد، وكانت يعني دعاء محمد ولا مين ده مي غزال طلعت كرة جوية حلوة جدا، مرة تانية دانا شوقي لميلكا قوية، يا ولد يا ولد يا مي يا ولد يا مي يا غزال يا غزال، العشق حلال، برافو يا مي، كرة حلوة قوي وحائط صد فردي جيد جدا من مي غزال تاخد بيه النقطة رقم 8. ثاني ارسال النادي الاهلي، ميلكا تطلع مي ممدوح ولكن استقبال جيد من دعاء محمد، تعد كرة مي غزال لآية الشامي، تشوط كرة وفي لمس شبكة على فريد العسقلاني ونقطة لصالح النادي الأهلي 9-8. دعاء الغباشي في الشبكة، هارد لك يا دعاء، مفيش مشكلة، نكمل 9-9، لسه بدري قوي. ميلكا ارسال لنادي الزمالك، شوط اول حتى الان لسه 9-9، استقبال جيد من دعاء الغباشي، دعاء محمد قويه حلوه يا ولد لكارينا، لكن استقبال جيد من نادي الزمالك، مريم متولي قويه، الله عليك يا ندى، برافو يا ندى وليد، عمل الدفاع جيد جدا ولكن لسه كوره مع النادي الاهلي مره ثانيه، مي غزال كارينا وحائط صد جيد مرتين ورا بعض من نادي الزمالك، تاني كورة تطلع تحطها يا الشامي، استقبال جيد من مايا مندوح، كارينا من المنطقة الخلفية، برافو ندى للمرة الثالثة، ندى وليد وتحط الكورة دعاء الغباشي ولكن ايسل ترد عليها من الناحية الثانية وتطلع على طول فريدة وحائط صد جيد من مي غزال وكارينا مرة ثانية لنادي الأهلي، وليد ندى وليد لدعاء محمد لكارينا قوية، يا ولد يا ولد يا كارينا، تطلع تحط الكورة ان بتوين في ايد حائط الصد تاتش اوت ونقطة لصالح نادي الأهلي 10-9. ما زلنا في الشوط الأول والإرسال مع نادي الأهلي، مي غزال على الإرسال، مي مي إرسال لوتر، استقبال جيد من آيسل لدانا، إعداد في مركز أربعة لمريم متولي قوية ولكن تطلعها دعاء الغباشي، مرة ثانية دعاء محمد تعديها آية الشامي سهلة، ثاني كورة آيسل، ميلكا في المركز ستة من المنطقة الخلفية قوية تيجي في اتحاط الصد وتغير اتجاهها، حاولت عليها دعاء الغباشي ولكن في الأخير نقطة لنادي الزمالك و10-10. مباراة مش سهلة يا جماعة، مباراة على بطولة الدوري العام 2022-2023 بين أقوى فريقين في المنطقة العربية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. فريد العسقلاني، استقبال جيد من دعاء الغباشي، دعاء محمد اعداد خلف الايه الشامي، يا ولد يا ولد يا ايه، ايوه كده يا ايه، ارجعي زي ما كنا نعرفك، واللي ايه اللي احنا عارفينها، كره قويه حلوه داخل الملعب تاخد بيها ايه الشامي النقطه والارسال، اعتقد هتتغير كابتن حمدي الصافي هيغيرها وينزل حد على الارسال والنتيجه 11-10. فعلا نزل ايه خالد لعيبه رقم 16، ايه خالد قوي يا ولد، ولسه لسه في الملعب، انا قلت خلاص راحت، لكن دفاع جيد من نادي الزمالك مره ثانيه وبرافو، تطلع كارينا اكاسيو ولكن ترجع تاني مع نادي الاهلي، اعداد خلفي قويه حلوه لديانا رايس تحطها في ايد حائط الصد تاتش ان تاخد بيها النقطه رقم 12-10 لصالح نادي الاهلي، وما زال ارسال مع ايه خالد لاعبه نادي
أهلي رقم 16. مساء الجيد، استقبال من مريم متولي لدانا شوقي لمريم مرة تانية في مركز أربعة. يا ولد يا ولد يا ولد، دعاء محمد عملت حائط صد خرافي على الشبكة، تاخد بيه النقطة رقم 13. برافو يا دعاء، حائط صد جيد جدا بتوجيه ريست ايد حلو قوي داخل الملعب، تاخد بيه النقطة رقم 13. خالد، ولكن في وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد فتحي لترتيب بعض اوراق الفريق داخل الملعب. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام، والفرقتين داخل ارض الملعب، والنتيجه 13-10 في بدايه الشوط الاول، والارسال ما زال مع ايا خالد لاعيبه النادي الاهلي رقم 16. كابتن ناصر بيبلغ البدلاء ان هم يرجعوا في مكان المخصص ليهم. كابتن ناصر حمدي. ايا خالد، استقبال جيد من كريم، من ملكة قوية حلوة من مايا، من مايا مندوح، ترجع تاني لنادي الزمالك. برافو ندى وليد، ولكن في لمس شبكة على كارينا على اللعبة رقم 5 للنادي الأهلي ديانا رايس. 11-13. إرسال يعود للنادي الزمالك، دانا شوقي على الإرسال. دانا سال، استقبال جيد من دعاء الغباشي لدعاء محمد، اعداد خلفي في مركز 2 لايا خالد، ولكن خارج الملعب بدون تلامس، وفي اعتراض من لاعب النادي الاهلي بيقولوا ان الكوره او حد من اللعيبه لمسوا الشبكه، لكن كابتن ناصر هيدي انذار لديانا رايس. ما فيش مشكله، نكمل 12-13. دانا شوقي ما زالت على الإرسال لنادي الزمالك. دانا سال قوي وتيجي في الشبكة، لكن برافو دعاء الغباشي مرة تانية، تطلع على طول تحطها كارينا، تسقطها خلف حائط الصد، حاولت عليها أيسل ولكن ما تلحقهاش، ونقطة لصالح نادي الأهلي 14-12. ادي كارينا صنعت كره حلوه قوي في المكان الفاضي بعيد عن دانا شوقي وايسل نديم، وتنزل الكره داخل الملعب، ونقطه لصالح نادي الاهلي. كارينا اكاسيو ارسال، استقبال من مريم متولي تعدي سهله من داليا المرشدي مره ثانيه، ندى وليدها تعديه سهله ثاني لنادي الزمالك، استقبال جيد، هجوم سريع وتطلع ميتو، لكن لسه في الملعب حاولت تطلعها، هترجع وتعدي ما فيش مشكله من ندى وليد. برافو يا بنات، ثاني كره ايسل نديم، تطلع كره لدانا وتحاول تعديها داليا المرشدي، ولكن تعلق في ايديها كده وتنزل ما تعديش الكوره، ونقطه لصالح نادي الاهلي 15-12. ارسال للنادي الاهلي، كارينا اكاسيو ارسال، استقبال من مريم متولي لدانا شوقي، وتطلع تحطها قويه حلوه، لسه في الملعب، لسه حاولوا عليها، ولكن هارد لك هارد لك، كره قويه من مايا ممدوح، تحط الكوره داخل الملعب لكن ما تطلعش من لعيبة النادي الأهلي، وفي الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك 13-15. هارد لك، مفيش مشكلة خالص، لسه في الملعب. الاستقبال جيد،
دعاء الغباشي، دعاء محمد، ولكن كرة محمولة أو كرة مزدوجة على دعاء محمد. نقطة تانية لصالح نادي الزمالك 14-15. مريم متولي إرسال لنادي الزمالك خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي 16-14. يعود الإرسال للنادي الأهلي، هنشوف مين على الإرسال. ديانا رئيس إرسال للنادي الأهلي، تعدي مفيش مشكلة، ديانا شوقي تستقبلها. أيسل ملكة قوية من ملكة وجوه الملعب، ولكن كابتن ناصر حمدي قال إن الكرة خارج الملعب، كان في إشارة من مراقب الخط رقم واحد داليا كمال قالت إن الكرة جوه، لكن كابتن ناصر كان الخط جنبه فشاف إن الكرة خارج الملعب. ونقطة لصالح النادي الأهلي 17-14. إرسال للنادي الأهلي، ديانا رايس استقبال من ايسل، دانا شوقي، مايا ممدوح، لكن استقبال جيد من كارينا، تطلع تاني كارينا في المنطقه الخلفيه لكن تعدي سهله. مريم متولي تطلع تاني ملكا وتعدي مره تانيه لنادي الزمالك، دانا شوقي وتطلع تحطها داليا المرشدي، حلوه حلوه، تلف ريست ايديها كده من جنب ايد مي غزال بكره قويه داخل الملعب، ياخد بيها نادي الزمالك النقطه رقم 15-17. والارسال مع نادي الزمالك. سابين حسن عابد على الارسال، ولكن وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي. هنشوف ونتابع هيقول لفرقته ايه بعد ما كان متقدم 3-4 نقاط، الفرق قلل بقى نقطتين ان شاء الله للتعويض. التقى الفريقين من قبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، الأهلي فاز 3-1، والجولة التاسعة من المجموعة الأولى الأهلي فاز أو الزمالك فاز 3-1، والجولة الأخيرة من الترتيب الدور الترتيبي للدوري الأهلي فاز 3-1. أول لقاء سلسلة نهائي دوري سيدات، أول أمس فاز الزمالك 3-1، وأمس فاز النادي الأهلي 3-2، واليوم المباراة السادسة بين الفرقتين. سابين حسن عابد ارسال لنادي الزمالك، سابين ارسال جيد من سابين، استقبال من كارينا سهله، ولكن برافو دعاء غباشي لعبت على التاتش اوت، الكره مزنوقه جدا من دعاء محمد ولكن اتصرفت فيها كويس جدا جدا دعاء الغباشي، وحطت الكره وتيجي في ايد فريد العسقلاني وتخرج خارج الملعب، والنقطه رقم 18 لصالح نادي الأهلي. إرسال دعاء محمد على الإرسال لنادي الأهلي، إرسال جيد من دعاء، لكن استقبال من ميتو، دانا شوقي لمايا ممدوح تحطها في الملعب لكن تطلعها دعاء محمد لندى وليد. آية الشامية ولدي آية، لكن برافو أيسل واقفة صح جدا، تاني كورة وتعديها مايا ممدوح سهلة، تاخدها دعاء محمد للمرة التانية. كارينا هتعدي سهلة من آية الشامي، تاني مع فريدة لكارينا اللي تطلع تطلع، ولكن كرة قوية حلوة حلوة من البرازيلية ملكة المحترفة في صفوف نادي الزمالك، من مركز 4 لمركز 1 ستريت لاين على الخط مباشرة، تاخد بيها النقطة رقم 16. إرسال يعود لنادي الزمالك، أو ما زال ولا مع نادي الزمالك ولا مين، هنشوف مع بعض مين اللي عنده الإرسال. نتيجة 18-16 أو 16-18 في الشوط الأول. سال قوي من مايا ممدوح ولكن خارج الملعب، ونقطة لصالح نادي الأهلي 19-16. دعاء الغباشي على الإرسال، استقبال جيد، إعداد سريع ولفريدة لكن تعديها سهلة آية الشامي. مرة ثانية دعاء الغباشي، ولكن كرة مزدوجة على دعاء الغباشي، ونقطة لصالح نادي الزمالك 17-19.
ملك ارسال لنادي الزمالك استقبال من مي غزال، دعاء محمد لكارينا اكاسيو، تعديها سهله لكن تاني مع ميتو لدانا شاوي. ملك هتحطها من المنطقه الخلفيه، تيجي في حائط الصد مره ثانيه مريم متولي قويه، وبرافو ندى وليد. دعاء محمد لكارينا في المركز اربعه قويه في حائط الصد، ندى مره ثانيه، اعداد خلف الايه الشامي، ولكن حائط صد من مريم على ايه الشامي، ونقطه لصالح نادي الزمالك 18-19. طبعا حافظين لعب بعض الفرقتين او مريم متولي وايه الشامي، وفي الاخير نقطه لنادي الزمالك وملكة على الارسال لنادي الزمالك 18-19. استقبال من دعاء الغباشي، دعاء محمد، كارينا من مركز اربعه تاتش في حائط الصد، لكن مريم بتطلعها لكارينا مره ثانيه وتعديها سهله، واعتمدوا على بعض مي غزال ودعاء محمد، والكره في الاخير تنزل في منتصف الملعب في مركز سته بالتعادل 19-19. ملكه ما زالت على الارسال، طبعا حركتهم واعتمادهم على بعض، وقفت دعاء الغباشي ما حركتهاش، لكن استقبال جيد من دعاء الغباشي من الارسال. كارينا حلوه، كارينا واستقبال من ملكه، هتعدي سهله من ملكه مره ثانيه للنادي الاهلي. مي غزال، دعاء محمد، اعداد في مركز اربعه لكارينا، تاتش اوت يا ولد يا ولد. 20-19 في الشوط الاول حتى الان، مباراه يعني قويه جدا للفرقتين. هنتابع مع حضراتكم ونشوف النهايه، نتمناها زي ما قلت لحضراتكم مباراة أو ليلة حمراء. مي غزال إرسال للنادي الأهلي 20-19، استقبال من آيسل، إعداد من دانا، ملكة من المنطقة الخلفية قوية حلوة تطلعها دعاء محمد مرة ثانية، هتعديها كارينا سهلة، استقبال من آيسل لدانا، كرة سريعة كانت وقفت قصادها ايسر ما دخلتش، وفي الاخير كره مع النادي الاهلي لايه الشامي، ويا ولد يا ايه يا ولد يا ولد، تطلع تحط كره حلوه قوي من مركز اثنين، بتوين بين مركز واحد ومركز اثنين المقابل، تحط كره بقفله ريست ايد رائعه تاخد بيها النقطه و 21-19. مي غزال ما زالت على الارسال للنادي الاهلي، استقبال من ايسل محمد او ايسل نديم، اعداد من دانا، مريم متولي قويه في ايد حائط الصد، حاولت عليها دعاء مي غزال، ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 20-21. فريد العسقلاني، ادي نهله سامح بتتكلم مع مي غزال يعني، وكرة وإيس من الإرسال، اتنين وقفوا يتفرجوا عليها، كارينا أكاسيو وديانا رايس، وفي الأخير تنزل حاولت عليها دعاء الغباشي، ولكن نقطة والتعادل 21-21. فريد العسقلاني إرسال نفس المكان، المرة دي تطلعها وتعدي كرة سهلة من ديانا رايس، يا ولد يا ولد، تيجي في داليا المرشدي وتخدمها وتنزل جنبها، ونقطة لصالح نادي الأهلي 22-21. كرة كانت يعني لعبتها وهي نازلة. آية الشامي على الإرسال للنادي الأهلي. آية حمد الشامي على الإرسال. إرسال جيد من آية، استقبال من ملكة، إعداد لميتو في مركز أربعة، ويا ولد يا ولد يا ولد، حائط صد جيد جدا جدا من ديانا رايس ودعاء محمد، تيجي في إيد أعتقد هنشوف مين، ديانا ولا دعاء، في الأخير نقطة تيجي في إيد ديانا وتنزل داخل ملعب نادي الزمالك، و 23-21، نقطتين في وقت مستقطع الثاني للكابتن أحمد فتحي، هنشوف تعليماته للفريق بعد انتهاء هذا الوقت المستقطع. لازم اتحرك خطوه،
انتهى الوقت المستقطع. فرقتين داخل ارض الملعب، ارسال مع ايا الشامي لاعبه نادي الاهلي رقم واحد في ضريبه مركز اثنين. ايا ٢٣ ٢١ نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بهذا الشوط، ونقطة مباشرة واسم الارسال على مريم متولي، تيجي في ايديها الكرة تخرج خارج الملعب، و24 21 جيم بوينت، نقطة الشوط لصالح النادي الاهلي. يلا يا آية. آية الشامي. ارسال قوي من ايه، واستقبال المره دي من مريم متولي، تطلع تحطها لداليا المرشدي، تعديها سهله. ندى وليد لدعاء الغباشي تعليها وما تعديش الكوره من دعاء الغباشي، ونقطه لصالح نادي الزمالك. ارض لك يا دعاء. 22 24 ارسال يعود لنادي الزمالك. خرجت دانا شوقي ونزلت اللعيبه رقم 15 نوران احمد على الارسال لنادي الزمالك. جيم بوينت لصالح النادي الاهلي، نقطة الشوط. نوران ارسال، استقبال جيد من كارينا، ياخدها مرة ثانية كارينا في مركز 4، تخلص الكورة، برافو كارينا، ونقطة، والشوط الأول لصالح النادي الاهلي 25 22 على نادي الزمالك في المباراة الفاصلة والحاسمة في بطولة الدوري العام الأخيرة في البيست أوف 3 بلاي اوف في هذا الموسم 22-23. في انتظار بداية الشوط الثاني مشاهدينا، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. بداية الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، شوط اول لصالح نادي الاهلي 25-22. إن شاء الله الشوط الثاني يكون قوي زي الشوط الأول كده للنادي الأهلي. وادي الكابتن منير عطية قاعد طبعا بيتكلم مع الحكام، والكابتن ناصر حمدي منتظر بداية الشوط الثاني لأنه طبعا هياخد الإشارة من الكابتن مشيرة مفتاح بعد يعني ما تشوف الكابتن مشيرة ترتيب دوران الفرقتين داخل أرض الملعب. ادي طبعا جانب من الحضور، جمهور الأهلي الجميل العريق، إن شاء الله في انتظار بداية الشوط الثاني. شوط أول قوي من الفرقتين، ولكن نتمناه قوي أيضا في الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي. إرسال، هنشوف هيكون مع مين إرسال. هيكون مع نادي الزمالك. نوران على الارسال، نوران احمد لاعبه نادي الزمالك رقم 15. واحد لا شيء حتى الان في الاشواط زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. وادي جانب من بدلاء النادي الاهلي، معاهم طبعا كابتن نهله سامح كابتن فريق، تاريخ نهله سامح في كره الطائره النادي الاهلي. نوران في الارسال على بركه الله الشوط الثاني، استقبال جيد من ندى، اعداد، ويا ولد يا ولد يا ولد، اعداد هايل هايل من دعاء محمد لمي غزال، تطلع تحط كره قويه من مركز ثلاثه، كره سريعه شاينه كده متر تقريبا او اقل من متر، تطلع تحطها داخل الملعب. ادي الكره هي مره ثانيه، ويا ولد يا ولد، من جنب ايد حائط الصد، قويه جدا تحطها ما تلحقهاش نوران احمد، ونقطه الاولى لصالح النادي الاهلي. مي غزال خدت النقطه والارسال. مي، استقبال مش مظبوط من مريم متولي، ترجع للنادي الاهلي مره ثانيه. ديانا رايس، ايا الشامي تحط الكوره يا ولد، تلعب على نوران اللي لسه نازله، وفي الاخير هنشوف ثلاث لعبات مفيش مشكله، تاني الكوره مع النادي الاهلي. دعاء غباشي يا ولد يا ولد يا ديانا يا ولد يا ديانا، للمره الثانيه دعاء محمد تعمل كره قويه جدا حلوه قوي، نفس الكوره بتاعت مي غزال تعملها مع ديانا رايس، تحط الكوره داخل الملعب
تاخد بيها النقطة الثانية لصالح النادي الأهلي. كرة سريعة تعدي من أيسل وتعدي من مريم متولي، وفي الأخير نقطة لصالح نادي الأهلي، 2-2. مي غزال، ارسال جيد من مي غزال جوه الملعب، جوه الملعب، أنا شايفها من قبل ما تنزل جوه الملعب. ونقطة الثالثة لصالح نادي الأهلي، كرة إيس من مي غزال، ولكن تخف إيديها سنة عشان ما تطلعش بره. برافو يا مي، شايفها الكابتن ناصر ومراقب الخط قال إن الكرة جوه. في الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي، 3-2. بداية قوية الشوط الثاني زي ما قلت لحضراتكم. مي غزال، يلا يا مي، سال قوي، استقبال من ايسل مش مظبوط لنوران، تطلع تحطها مريم متولي خارج الملعب، والنقطه رقم 4 لنادي الاهلي. يلا يا بنات الدرع يناديكم. نوران الاعداد، لكن تطلع مريم وتشوط الكوره بصوابعها وتخرج خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الاهلي. مي غزال، سال، استقبال من ايسل مش مظبوط، تطلع مره ثانيه مريم متولي، ولكن برافو مي غزال، وتطلع كره من نوران لايسل. مايا ممدوح تحط الكره في الشبكه، و5-5 لصالح نادي الاهلي. واعتقد ان الكابتن احمد فتحي هيطلب وقت مستقطع، فعلا زي ما قلت لحضراتكم وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي، الوقت المستقطع الاول في الشوط الثاني بعد تفوق النادي الاهلي على نادي الزمالك بخمس نقاط للا شيء. طبعا الكابتن حمدي يعني بيبلغ او بيقول للعيبه نحافظ على التقدم وما نخسرش وما نغلطش. على الجانب الاخر كابتن احمد فتحي بيحمس لاعبيه وبيشوف يعني الدروب اللي حصل عندهم ده فين، وبيحاول يعدله ويصلحه، وبيتكلم مع مريم متولي اهو زي ما حضراتكم شايفين. انتهى الوقت المستقطع، ارسال مع النادي الاهلي، و5-0 الشوط الثاني. مي غزال، يلا يا مي، سال، استقبال من ملكة، اعداد من نوران، تطلع مايا ممدوح وتحطها سهلة، لكن لسه في الملعب، وحاولوا عليها، حاولت ديانا رايس تطلعها بعد ما طلعتها كارينا، ولكن في الأخير ما تلحقهاش كارينا. ونقطة الأولى لصالح نادي الزمالك في الشوط الثاني، تاخد كارينا الإرسال، أو ملكة عفوا، تاخد ملكة الإرسال، لاعبة نادي الزمالك رقم 5 المحترفة البرازيلية. ملكة، استقبال دعاء محمد، وحلوة حلوة من كارينا، لكن دفاع جيد، مريم متولي قوية، برافو برافو يا دعاء يا غباشي. تطلع تاني كارينا، تحط الكرة سهلة في آخر الملعب، تطلعها نوران، وكابتن أحمد بيكلم نوران بيقول لها سيبيك كورة مالكيش دعوة بيها، أدام عالية عليكي، ولكن في الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي، 6-1. كرة حلوة قوي قوي، ديفنس هايل من دعاء الغباشي في الكرة اللي فاتت دي، هو اللي عليه 75% من النقطة دي. أي الشامي على الإرسال، آية، يلا يا آية، ستة واحد شوط تاني لصالح النادي الأهلي، شوط أول لصالح النادي الأهلي أيضا، 25-22، استقبال مش مظبوط، تعدي الكرة سهلة مريم متولي لندى وليد، دعاء محمد لكارينا قوية، ولكن تطلعها ايسل، نوران مرة تانية لمريم متولي مزنوقة، ولكن تطلع تشوطها قوية، تطلع مرة تانية من ندى وليد لدعاء محمد، وعايزة تسقطها، ولكن داليا المرشدي كانت شايفة الكورة، وتطلع آية الشامي من منطقة خلفية، ولكن الكورة كانت قصيرة على آية الشامي، وفي الأخير تطلع شوطها قوية، تيجي في فريدة العسقلاني حائط صد، وتنزل داخل، ده مش فريدة، ده جت في إيد مريم متولي، وتنزل داخل ملعب النادي الأهلي، والنقطة الثانية لصالح نادي الزمالك. داليا المرشدي على الارسال لنادي نادي الزمالك، استقبال جيد من دعاء الغباشي، دعاء محمد اعداد خلفي لايه الشامي، تشوطها حلوه، لكن كارينا مستنياها او ملكه مستنياها،
مريم متولي وحائط صد قوي حلو قوي من دعاء محمد، وبرافو برافو ندى وليد، ولكن الكره تعدي وتعديها فريده ترجع تاني لنادي الزمالك. تاخد الكره مايا ممدوح، ويا ولد يا ولد يا ولد يا كارينا، حائط صد سنجل بلوك هايل على مايا ممدوح، تنزل داخل ملعب النادي الاهلي، ياخدين النادي الاهلي النقطه رقم 7. ادي الكره اتعملت وطلعت حلو قوي، كارينا عينيها على الكره وتاخد الارسال، تاخد الحائط الصد هايل، والنتيجه 7-2، ويعود الارسال لنادي الاهلي. تاخد كارينا النقطه والارسال. كارينا ارسال جيد، استقبال من مريم متولي، نوران سريعه من فريده ترجع تاني الملكه، مره تانيه نوران لمريم متولي في مركز 4، حائط صد جيد حتى الان، برافو برافو، حائط صد مزدوج مرتين متتاليتين من دعاء محمد في على الشبكه في مركز 4 ومركز 2، ياخد بيها دعاء محمد والنادي الاهلي نقطه رقم 8. ثمانية اتنين، ادي كارينا مستنيه الكوره، كارينا اكاسيو، سال فلوتر موجه لمريم متولي لدانا شوقي، مايا ممدوح تطلع تحط كره قويه من جنب ايد دعاء محمد ما تلحقهاش ندى وليد، ونقطه كره ستريت لاين على الخط من مركز 2 لمركز 5، تاخد بيها مايا ممدوح النقطه والارسال. 3-8، مايا استقبال جيد من كارينا لدعاء محمد، دعاء الغباشي في مركز 4 قويه ولكن بدون تلامس للحائط، ونقطة لصالح نادي الزمالك 4-8. كرة قوية من دعاء غباشي ولكن يعني ما قفلتش، رست ايديها سنة صغيرة كانت ممكن تنزل جوه الملعب، هارد لاك مفيش مشكلة. و4-8 ومايا ممدوح على الإرسال لصالح النادي الزمالك. 6 شبكة ونقطة لصالح النادي الأهلي 9-4، 5 نقاط الفارق بين نادي الزمالك والنادي الاهلي، يتراوح دائما بين 4 نقاط وخمس نقاط، عايزين نزوده مش نقلله. ديانا رايس ارسال لنادي الاهلي، اللعيبه رقم 5 المحترفه البورتوريكيه، تاني كوره مايا ممدوح، يا ولد يا ولد يا دعاء، الله عليك يا مي، تطلع تاخد حائط صد جيد جدا هي ودعاء الغباشي، وفي الاخير تيجي في ايد مي محمود غزال وتنزل داخل الملعب، تاخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم 10. 10 ديانا ارسال للنادي الاهلي خارج الملعب، هارد لك 5-10، يعود ارسال لنادي الزمالك، مين على الارسال هنشوف، مريم متولي على الارسال لنادي الزمالك، مريم استقبال جيد من كارينا، اعداد في مركز 4 لدعاء الغباشي لكن تطلع تاني وتطلع تحطها مي غزال، يا ولد يا ولد كره، لكن الكابتن ناصر بيقول الكره ما عدتش، ومي غزال ايديها عدت ملعب نادي الزمالك، ونقطه لصالح نادي الزمالك. هنشوف الكره مره تانيه ايه يعني مش باين، لكن الحكم الكابتن ناصر حمدي طبعا حكم دولي ومقرر لجنه المسابقات، وفي الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك. كارينا وتعديها دعاء محمد، استقبال من ايسل، ثاني كوره ملكه تعديها سهله لدعاء محمد، مي غزال، دعاء الغباشي في مركز 4 حلوه ولكن استقبال جيد من ايسل، ثاني كوره ملكه قويه وحائط صد قوي مره ثانيه مع نادي الزمالك، مريم متولي وجوه الملعب، جوه الملعب جوه الملعب يا جماعه، مفيش اعتراض، الكره باينه من هنا، نقطه لصالح نادي، ادي الكره مره ثانيه هنشوفها، والله مش باينه مش باينه، وفي الاخير وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي، والنتيجه
10 الاهلي 7 الزمالك في الشوط الثاني، وشوط اول لصالح نادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع، فرقتين هينزلوا ارض الملعب. ادي الكره مره ثانيه، لا على الخط، على الخط يا جماعه. مفيش مشكله، ارسال مع نادي الزمالك. مريم متولي ما زالت على الارسال، والنتيجه 7-10. استقبال جيد من كارينا. دعاء محمد لدعاء الغباش في مركز 4. يا ولد يا ولد يا ولد، من قبل الكره ما تتشاط وانا بقول يا ولد، برافو عليك يا دعاء. حطت كره حلوه قوي قطريه بلفه رست ايد هايله من مركز 4 لمركز 4 المقابل، تاخد بيه النقطة رقم 11. ادي الكرة مرة تانية اهي من جنب ايد، حائط الصد ما تلحقهاش ملكة، وتيجي في ايديها تاتش اوت ونقطة لصالح نادي الاهلي. ارسال النادي الاهلي ونقطة مباشرة واسم الارسال لصالح النادي الاهلي على ايسل محمد نديم من دعاء الغباش، او من دعاء محمد عفوا. دعاء محمد مع الارسال 12-7. بانتظار الكرة. دعاء محمد معدة الفريق الأحمر، فريق النادي الأهلي. إرسال، استقبال من أيس المرة دي لدانا شوقي، فريدة تعديها سهلة. ثاني كرة من أيا الشامي لدعاء الغباشي لكن تستناها مايا ممدوح. ملكة قوية، برافو أي، برافو ندى وليد. مرة ثانية دعاء محمد لكارينا، ولكن تاني مايا ممدوح، وتطلع ملكة وتحطها تلف ريست ايديها من جنب ايد، حائط الصد من مركز 4 لمركز 1 على الخط مباشرة، تاخد بيها او يعني بكين او بيهايند الخط بجنب الخط. ادي الكورة هي مرة تانية جوه الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 8-12. فريد العسقلاني ارسال للنادي الاهلي، لنادي الزمالك عفوا، لسه واخدين على ان فريدة مع النادي الاهلي. فريدة استقبال جيد من دعاء الغباش، دعاء محمد، آية الشامي، ولكن يا ولد يا آية، يا ولد يا ولد يا آية، كرة قوية في إيد دانا شوقي، تاتش أوت خارج الملعب، ياخد بيها النادي الأهلي نقطة رقم 13. وهنشوف مين على الإرسال، دعاء الغباش. حلو قوي من آية الشامي في إيد دانا، لعبت على التاتش أوت، ونقطة لصالح النادي الأهلي. استقبال جيد من كارينا، دانا شوقي دي داليا المرشدي، لكن تعدي مرة تانية دعاء محمد، تطلع وحائط صد قوي من دانا شوقي على كارينا أكاسيو، تنزل تاتش إن داخل ملعب النادي الأهلي، والنتيجة 9-13. تاخد دانا شوقي النقطة والإرسال. دانا استقبال قوي، استقبال جيد جدا من ندى وليد. مرة تانية تعديها كارينا، يا ولد يا كارينا، يا ولد يا ولد، يا سلام على الكرة لما تتلعب بمزاج وبالعقل كده وبرؤية رائعة للملعب، تحط كرة بليس ورا حائط الصد ما تلحقهاش لاعبات نادي الزمالك، والنتيجة 14-9. و14 مي غزال على الإرسال للنادي الأهلي. يلا يا مي. مي محمود فؤاد غزال. سال جيد من مي، استقبال من ملكة، وتعديها داليا مرشدي، لكن استقبال تاني من مي غزال، تطلع كارينا، يا ولد يا ولد يا كارينا، شوت كرة قوية حاولت عليها أيسل، ولكن تيجي في إيديها تاتش إن داخل الملعب، والنقطة رقم 15 لصالح النادي الأهلي 15-9. سال ما زال مع مي غزال. سال جيد من مي، ولكن هارد لك، الكوره وطيت سنه كده من مي، وكانت عايزه تنزلها تحت الشبكه وفي الاخير تيجي في الشبكه وما تعديش، ونقطه لصالح نادي الزمالك 10-15. وتاخد ملكة الارسال. ملكة تلعب من الجانب الايسر من ملعب ملكة،
استقبال مش مظبوط وتطلع داليا المرشدي، ولكن برافو ندى وليد مره ثانيه. كارينا او ديانا رايس تحطها قويه، تيجي في ايد مين؟ مريم متولي اعتقد، وتخرج خارج الملعب. تاتش اوت و16 10. برافو ديانا. كره مره ثانيه ايه قويه، تيجي في ايد ايسل وتخرج خارج الملعب، وحاولت عليها لكن ما تلحقهاش ملكة، ونقطه لصالح النادي الاهلي. 16 10. ارسال للنادي الاهلي اعتقد ايا الشامي، فعلا ايا الشامي على الارسال للنادي الاهلي. ارسال قوي، استقبال جيد من ايسل، اعداد من دانا، وحائط صد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ديانا رئيس، حائط صد جيد جدا، ونقطه رقم 17 لصالح النادي الاهلي. حائط صد قوي جدا على اللعبه رقم 9 لنادي الزمالك اللي نزلت، اللي هي فريده هشام. 17 10 ايا الشامي على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من مريم متولي مش مظبوط، دانا شوقي لمريم مره ثانيه في مركز اربعه، وشوطها قويه. برافو ندى وليد. دعاء محمد، اعداد خلفي حلوه حلوه حلوه، ولكن برافو مريم متولي. ثاني كوره مع نادي الاهلي، دعاء محمد مره ثانيه لكارينا، وتسقطها للمره الثانيه كارينا اكاسيو. زي ما قلت لحضراتكم، كشف الملعب برؤيه هائله للملعب، رؤيه جيده جدا، تسقط كره للمره الثانيه بريس خلف حائط الصد، تاخد بيها النقطه رقم 18. ما لحقتهاش مريم متولي، وكان وراها على طول دانا شوقي، وفي الاخير النقطه رقم 18 لصالح النادي الاهلي. 18 10. هيا الشامي ما زالت على الارسال للنادي الاهلي. وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي، يعني يحاول اصلاح بعض الامور داخل الملعب مع اللاعبات المشاركات في هذا الشوط. بعد الماتش مفيش كلام، ولا حياتي في سنه، ولا خلاص الكوره راحت، مفيش اي تركيز، عمالين نضرب الشامي على الارسال خارج الملعب. هارد لك يا ايه، مفيش مشكله. سالي يعود للاعبه فريده هشام لصالح نادي الزمالك، رقم 9 على الارسال فريده هشام. استقبال جيد من دعاء الغباشي لدعاء محمد لكارينا. يا ولد، ولكن دفاع جيد من ملكة مرة تانية. مريم متولي في مركز أربعة، حائط صد جيد تعديها فريد العسقلاني. برافو ندى وليد، وتطلع تحطها للمرة الثالثة، ولكن المرة دي خلاص فهموا اللعبة. تاني كورة مايا هشام، وجوه الملعب حلوة حلوة، اتعملت لب حلوة قوي قوي من فوق حائط الصد في آخر الملعب من مركز اثنين لمركز واحد، تاخد بيها مايا ممدوح النقطة رقم 12. ارسال مع نادي الزمالك فريد هشام. استقبال من كارينا لدعاء محمد. كارينا مره ثانيه في مركز اربعه، حائط صد ثاني من نادي الزمالك، ترجع للنادي الاهلي. ايا الشامي مركز اثنين من المنطقه الخلفيه. مريم متولي لفريده، لمريم قويه قويه حلوه من مريم من مركز اثنين داخل الملعب على طول على الخط، تاخد بيها النقطه رقم 13. 13 18. واعتقد الكابتن حمدي صافي طلب وقت مستقطع، هنشوف تعليماته هتنفذ ازاي من اللاعبات داخل ارض الملعب بعد انتهاء الوقت المستقطع. يلا
انتهى الوقت المستقطع، الفرقتين داخل ارض الملعب، وفريد هشام رقم 9 لنادي الزمالك على الارسال، والنتيجه 13-18 لصالح النادي الاهلي في الشوط الثاني، وشوط اول لصالح النادي الاهلي 25-22. استنفذ كابتن حمدي اعتقد الوقتين المستقطعين بتوعه باشاره كابتن مشيره. مره ثانيه استقبال من دعاء الغباشي، ايه الشامي المنطقه الخلفيه، يا ولد يا ولد يا ايه، حلوه حلوه، بترد على مايا ممدوح، كره ايضا يعني بيهايند لاين بجنب الخط على طول من مركز 2 لمركز 5 زي ما حضراتكم شايفين كده من جنب ايد حائط الصد، حاولت عليها فريد هشام ولكن في الاخير تاتش اوت ونقطه لصالح النادي الاهلي. 19-13 كارينا اكاسيو ارسال للنادي الاهلي، كارينا استقبال من مريم متولي، دانا شوقي سريعه الفريده تعديها سهله، يطلعها كارينا لدعاء محمد، لدعاء الغباشي، تاتش في ايد حائط الصد وحاول عليها ايسل وميلكا ولكن في الاخير تيجي في ايديهم تاتش اوت وخارج الملعب، بتقول لهم انا لعبت الكوره بصباعي ده، ونقطه لصالح النادي الاهلي 20-13. خمس نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الثاني، وفارق 7 نقاط بينه وبين نادي الزمالك في الشوط الثاني. كارينا ارسال للنادي الاهلي، استقبال من ميلكا، دانا شوقي، مريم متولي في مركز 4، وحائط صد، يا ولد يا ولد يا دعاء، دعاء محمد حائط صد هايل على على الشبكه، تاخد بيه نقطه رقم 21 للنادي الاهلي. ادي الكوره مريم متولي طالعه ديانا ودعاء، تيجي في ايد دعاء تاتش ان داخل الملعب، وحاولت عليها ايسل وفريده ولكن في الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي 21-13. كارينا اكاسيو سال جيد، استقبال من مريم لدانا، قويه من مايا ممدوح في حائط الصد، مره ثانيه ايا الشامي، دعاء محمد، دعاء الغباشي وتسقطها ولكن تلحقها مريم متولي، تاخدها من المنطقه الخلفيه ميلكا، وقويه ولكن لسه في الملعب، لسه في ملعب نادي الزمالك، مره ثانيه لميلكا، وقويه ميلكا تيجي في جسم ايا الشامي، وحاولت عليها ندى وليد، وفي الاخير تاتش اوت ونقطه لصالح نادي الزمالك 14-21. مايا ممدوح على الارسال لنادي الزمالك، شوط فارق في مسيرة أو في الحفاظ على بطولة الدوري للنادي الأهلي. ندى وليد، دعاء محمد، دعاء الغباشي في مركز 4 تسقطها لكن مستنياها مايا ممدوح، وتطلع مريم متولي قوية، وبرافو ندى وليد، ديفنس جيد جدا، وقفة صح جدا، تطلع كورة لكارينا تيجي في حائط الصد، تطلع من أيسل وفريدة قوية، حلوة حلوة من فريدة ومن دانا شوقي، كرة حلوة من فريدة تحطها من جنب حائط الصد في آخر الملعب من مركز 3 لمركز 1، تاخد بيها النقطة رقم 15. ارسال ما زال مع نادي الزمالك. مايا ممدوح استقبال جيد من كارينا ولكن تعدي مفيش مشكلة، جسمها لسه ما عداش كله، وتاني فريدة وتحطها تاتش جوه الملعب، كرة حلوة حلوة من ديانا رايس ولا دعاء محمد، هنشوف الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي 22-15. ديانا رايس على الارسال، وشايف ايه خالد هتنزل مكان ديانا رايس تلعب الارسال، يلا يا ايه، معروف عن ايه ارسالها جيد، ان شاء الله يعدي بنقطه، ادي حائط الصد سنجل بلوك من ديانا رايس تنزل داخل ملعب نادي الزمالك. ايه خالد خارج الملعب، هارد لك يا ايه، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله، نكمل و 16-22. تعليمات مستمره من كلا المديرين الفنيين، كابتن احمد فتحي نادي الزمالك وكابتن حمدي الصافي للنادي الاهلي. مريم متولي على الارسال، سال جيد
واستقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد. هيا الشامي منطقة خلفية المركز 2 مرة ثانية نادي الزمالك. كرة قوية من ملكة لكن تعديها سهلة وفي لمس شبكة، لمس شبكة على دعاء محمد و17 22. يلا بنات ناخد بالنا شوية من يعني الفرملة بتاعتنا على الشبكة. ادي الكورة تلمس فعلا دعاء محمد الشبكة. هارد لك مفيش مشكلة 17 22 بس مش عايزين أكتر من كده. نزلت شروق فؤاد مكان دعاء محمد. شروق دعاء الغباشي ولكن ما تعديش الكرة، كرة يعني لسه أول كرة من شروق وتعديها أو تشوطها دعاء الغباشي في الشبكة و 18 22. قل الفارق قوي من 8 نقاط ولا 7 نقاط ل 4 نقاط. يلا يا بنات مش عايزين أكتر من كده 18 22. فريق مريم تولي إرسال خارج الملعب من مريم و 23 18. يعود الإرسال للنادي الأهلي. يلا ناخد النقطتين اللي باقيين دول، نقطتين تفصل النادي الأهلي عن الشوط الثاني 23 18. شروق فؤاد على الإرسال معد فريق النادي الأهلي رقم 9. تاريخ أيضا شروق فؤاد مع النادي الأهلي. إرسال استقبال من أيسل دانا شوقي. إعداد لفريدة قوية من فريدة ولكن خارج الملعب بدون تلامس لحائط الصد ونقطة لصالح النادي الأهلي 24 18. جيم بوينت لصالح النادي الأهلي. هنشوف في إيه حكم حسب إيه. مفيش طبعا هنا تشالنج ولا حاجة. الأخير إنذار لمريم متولي معترض على الكورة و24 18. يلا شروق جيم بوينت نقطة الشوط لصالح النادي الأهلي. شروق فؤاد استقبال من ملكة مش مظبوط ولكن تعدي الكرة للنادي الأهلي. شروق منطقة خلفية لكارينا ترجع تاني لنادي الزمالك وتعديها سهلة ولكن برافو شروق مرة تانية لندى وليد وتطلع آية تحط الكرة وتخلص الشوط لصالح النادي الأهلي بنتيجة 25 18. إذن شوطين حتى الآن لصالح النادي الأهلي على نادي الزمالك 25 22 و 25 18. إن شاء الله الشوط الثالث النادي الأهلي ينهي اللقاء عشان الناس تلحق بقى تروح وتعيد النهارده الوقفة ويفوز النادي الأهلي بهذا اللقاء إن شاء الله مع بداية الشوط الثالث. انتظرونا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام اثنين لا شيء في المباراة الفاصلة والحاسمة في ليلة العيد إن شاء الله للنادي الأهلي. مباراة اثنين لا شيء حتى الآن لصالح النادي الأهلي 25-22 و25-18 وفي انتظار بداية الشوط الثاني أو الثالث وحسم اللقاء للنادي الأهلي إن شاء الله. هنتابع مع حضراتكم بعد ما الفرقتين ينزلوا أرض الملعب وهنشوف لاعبات النادي الأهلي هيستمروا على هذا الأداء والفوز باللقاء ولا نادي الزمالك يكون له رأي آخر ويأجل فوز النادي الأهلي شوط إلى الشوط الرابع ونتمناها إن شاء الله بثلاث أشواط للا شيء. آدي اللعيبة بيتكلموا مع بعض طبعا عشان هنشوف كابتن مشيرة لسه ما شافتش ترتيب دوران الفرقتين داخل أرض الملعب. إرسال هيكون مع نادي الأهلي. مش عارف ازود لك احمر اكتر. هنشوف ادي كابتن مشيره بتاخد ترتيب الدوران من نادي الزمالك. كابتن حمدي ده ترتيب الدوران بتاعها خلاص. لازم تسجل على طاوله التسجيل وبعد كده الكابتن مشيره تتابع في ارض الملعب. كابتن ناصر حمدي مش هيقدر طبعا يستأنف الشوط او يستأنف المباراه ويبتدي الشوط الثالث الا بعد اشاره كابتن مشيرة مفتاح. اول حاجه في الماتش خالص ولا اللي فات على طول؟ نصر كابتن ناصر حمدي حكم اول، كابتن مشيرة مفتاح حكم ثاني، مي صبري مسجل ومريهان محمد مساعد مسجل واللوحه اسلام حسين والخطوط داليا كمال ومحمد نبيل ومحمد بدوي ويحيى عصر. بص دي اول حاجه كنت فيها في الماتش.
بس بص اللي كده هنبدا الشوط الثالث على بركه الله. دعاء الغباشي على الارسال للنادي الاهلي. يعني لا بص ده كده خليك معايا كده احسن. عايزين شوط قوي زي الشوط الثاني عشان نريح نفسنا بدري بدري. دعاء ارسال استقبال من مريم متولي، دانا شوقي، فريده العسقلاني وحقق صد قوي، لكن مره ثانيه مريم وكره قويه تطلعها دعاء محمد. تحط الكوره مره ثانيه للنادي الزمالك. دانا مريم متولي قويه قويه حلوه من جنب ايد، حقق الصد من مريم ما تلحقهاش ندى وليد، والنقطه الاولى في الشوط الثالث لصالح نادي الزمالك. مريم متولي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال جيد من ندى وليد. دعاء محمد، ايه الشامي قويه في حائط الصد، لكن ترجع تاني لدانا لفريده لمريم متولي، ولكن تحطها خارج الملعب وواحد واحد. يعود الارسال للنادي الاهلي. هيا الشامي اعتقد على الارسال فعلا، ولا مين ده؟ مي غزال. مي غزال على الارسال لنادي الاهلي. استقبال من مريم متولي. دانا شوقي، ملكه قويه في حائط الصد مره ثانيه لنادي الزمالك. دانا شوقي للمره الثانيه لملكه، ولكن المره دي تاتش اوت ايد ديانا رايس وتخرج خارج الملعب، واتنين واحد لصالح نادي الزمالك. ارسال لنادي الزمالك. فريد العسقلاني، استقبال جيد من دعاء الغباشي لدعاء محمد، ويا ولد يا ولد يا ولد يا ديانا يا ريس، تاخد كوره دعاء محمد قويه من مركز ثلاثه تشوطها يعني زي ما بيقولوا تطلع معايا من الارض، ونقطه لصالح نادي الاهلي من مركز ثلاثه. ادي الكوره اهي مره ثانيه، برافو دعاء، برافو ملكه قويه في مركز سته، ما تلحقهاش مريم متولي، ونقطه لصالح النادي الاهلي 2-2. ايا الشامي، استقبال من مريم متولي لدانا شوقي، ملكه في حائط الصد، ندى وليد برافو، تغطيه هائله على حائط الصد، وللمره الثانيه للمره الثانيه ديانا رايس تطلع تحط كره قويه من مركز ثلاثه لمركز خمسه، تاخد بيها او ياخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم ثلاثه. في اخر الملعب خلف مركز سته، ونقطه 3-2، والارسال ما زال مع ايا الشامي لاعبه النادي الاهلي رقم واحد. استقبال من مريم متولي لدانا شوقي، سريعه حلوه لداليا المرشدي، ولكن تلف ريست ايديها حلو داخل الملعب وتاخد بيها النقطه، و3-3. كره حلوه من داليا المرشدي، ولكن كابتن بيقول ان الكره جوه الملعب، وكابتن حمدي بيقول لهم خلاص يا جماعه الكره فعلا جوه. كابتن ناصر بيقول لهم يعني مراقب الخط رقم 3 اللي هو محمد بدوي قال ان الكره داخل الملعب. دانا شوقي في الشبكة وتعدي، ونقطة واسم الإرسال حاولت عليها الحقيقة دعاء الغباشي، ولكن هارد لك دعاء. وأربعة الزمالك، ثلاثة الأهلي. دانا شوقي ما زالت على الإرسال لنادي الزمالك. دانا في الشبكة من دانا، وأربعة أربعة. يعود الإرسال لنادي الأهلي. كارينا أكاسيو على الإرسال للنادي الأهلي. كارينا إرسال جيد، استقبال من أيسل. دانا شوقي سريع لداليا المرشدي تحطها حلوة حلوة، لفت من جنب ايد ديانا رايس تحطها من مركز ثلاثة بين بتوين بين مركز واحد ومركز اثنين. الحقيقة حاولت عليها، اعتقد هنشوف مين حاول عليها في الكرة اللي فاتت من النادي الاهلي، ولكن الكرة كانت سريعة جدا وجوه الملعب، حاولت عليها ايا الشامي، ولكن في الاخير نقطة لصالح نادي الزمالك 5-4. كارينا، ندى وليد، دعاء محمد،
كرة مزنوقة على مي غزال، ولكن برافو برافو دعاء الغباشي، كرة مزنوقة على دعاء الغباشي لكن تعديها من جنب يتحقق في الصد، حلوة داخل الملعب. في ادي كرة مرة تانية اهي، بليس حلو قوي، تعديها وتنزل داخل الملعب في خط التلت لصالح النادي الاهلي 5-5. ديانا رايس ارسال استقبال من ايسل لدانا شوقي اعداد خلفي في مركز اثنين، مايا ممدوح تحط كرة من فوق يتحقق في الصد، ما تلحقهاش كارينا اكاسيو، وستة الزمالك 5 الاهلي. شوط بشوط يعني نقطة بنقطة في الشوط الثالث، شوط فاصل للفرقتين وحاسم، الاهلي فاز ياخد البطولة، الزمالك فاز نستمر في الشوط الرابع. دعاء الغباشي مرة تانية، ولكن دفاع جيد المرة دي من دانا شوقي، وتعديها حلوة مايا ممدوح في اتحاط الصد وداخل الملعب، تنزل جوه ملعب النادي الاهلي 7-5. داليا المرشدي على الارسال، داليا المرشدي على الارسال للنادي الاهلي، هارد لك يا بنات مفيش مشكله نكمل، داليا استقبال من ندى وليد، دعاء محمد، دعاء الغباشي يا ولد يا ولد يا ولد، كره قويه في اتحاق الصد وتاتش اوت ولمس شبكه ايضا على نادي الزمالك و6-7. دعاء محمد على الارسال للنادي الاهلي، معد الفريق دعاء، ارسال جيد استقبال من مريم متولي اعداد خلف المايا ممدوح، ولكن خارج الملعب ونقطه والتعادل 7-7. مايا عايزه تلعبها في اخر الملعب ولكن فيها قوه زياده سنه، ونقطة لصالح النادي الأهلي، ودعاء محمد ما زالت على الإرسال. دعاء إرسال استقبال من مريم متولي، دانا شوقي لمريم متولي مرة تانية، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة من آية الشامي وحائط صد فولاذي على الشبكة، ياخد تاخد بيها النقطة رقم 8 للنادي الأهلي 8-7. إرسال للنادي الأهلي، دعاء محمد ما زالت على الإرسال، استقبال من ميلكا، كرة سريعة لفريدة ولكن كرة مزدوجة على دانا شوقي، ونقطة لصالح النادي الأهلي 9-7. يلا دعاء، دعاء محمد ارسال النادي الاهلي، ارسال جيد استقبال من ملكة، دانا شوقي لفريده لكن برافو ايه، تاني دعاء محمد لدعاء الغباشي في مركز اربعه وتحطها جوه الملعب، حلوه قوي من فوق يتحط الصد من مركز اربعه لمركز واحد، تاخد بيها النقطه رقم 10. ادي الكوره مره ثانيه 10-7 على الخط على طول، يلا يا بنات وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي، هنشوف تعليماته للاعبات ايه وتنفيذها على ارض الملعب ازاي، هيتم ازاي بعد نهايه الوقت المستقطع. دعاء محمد ما زالت على الارسال للنادي الاهلي 10-7. ارسال جيد استقبال من مريم متولي لدانا، سريعه الفريده وحلوه من فريده تحطها من جنب يتحط الصد، حاولت عليها ندى وليد ولكن تاتش اوت في ايديها وتخرج خارج الملعب و8-10. يعود إرسال مرة أخرى لنادي الزمالك، مايا ممدوح
في الشبكة و11 8 ينتقل إرسال للنادي الأهلي. مين؟ دعاء الغباشي على الإرسال للنادي الأهلي. دعاء إرسال جيد ونقطة مباشرة واسم الإرسال من لاعبة النادي الأهلي رقم 4 دعاء الغباشي على لاعبة نادي الزمالك رقم 4 مريم متولي. ونقطة و12 8. يلا دعاء. دعاء الغباشي. واستقبال من ملكة. إعداد لمايا ممدوح تعدية سهلة وبرافو ندى وليد وبرافو مي غزال. تاني كورة مريم متولي يا ولد. حائط صد قوي ولكن تاتش أوت في إيد آية الشامي ونقطة لصالح نادي الزمالك. 9 12. مرة أخرى إرسال مع نادي الزمالك مريم متولي. استقبال من ندى وليد لدعاء محمد لكارينا تعدي الكرة سهلة. تاني دانا شوقي ملكة في إيد حائط الصد وتاتش أوت ونقطة لصالح نادي الزمالك 10 12. يلا بنات نصحى شوية نركز شوية. مريم متولي وقت مستقطع لكابتن حمدي الصافي. هنشوف تعليماته للاعبات وتنفيذها على أرض الملعب بعد انتهاء الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع 10 12. ارسال مع مريم متولي لنادي الزمالك. تعليمات مستمره من كابتن احمد فتحي لدانا شوقي. مريم ارسال استقبال من ندى وليد لدعاء محمد لكارينا. يا ولد يا ولد يا كارينا يا ولد يا ولد. كره قطريه جميله من كارينا أكاسيو من مركز 4 لمركز 4 ما تلحقهاش ملكة. تاتش أوت في إيديها ونقطة لصالح النادي الأهلي 13 10. حلوة 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 من كارينا لملكة وفي الأخير تاتش أوت ونقطة والإرسال مع النادي الأهلي. أدي طبعا ندى وليد بيحيوها ومي غزال ونقطة ولسه مش نقطة. أنا قلت بقى اسم الإرسال ولكن في فرصة هجوم مضاد سريع للنادي الأهلي وكرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ديانا رايس تاخد كرة سريعة باك حلوة قوي من دعاء محمد تاخد بيها النقطة رقم 14 14 10. مي غزال رقم 14 على الإرسال. أدي الكرة مرة تانية أهي عملت حلوة قوي. لا دخلتها قدامها على طول مش باك ولا حاجة ونقطة وفي الأخير 14 10. مي غزال إرسال. يلا مي بالجانب الايسر. مي من الملعب خارج الملعب هارد لك 11 14. يعود ارسال لنادي الزمالك مره اخرى. فريد العسقلاني استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لكارينا. حائط صد قوي وحاولت عليها الحقيقه دعاء الغباشي بعد ما الكره طلعت من ندى وليد ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 12 14. توجيهات كابتن احمد فتحي بيقول لها تلعب ارسال على مين. ارسال موجه هيبقى من فريد العسقلاني اعتقد على مركز 5 زي ما حضراتكم قلت زي على فريد الغباشي على عفوا دعاء الغباشي. ويا ولد يا ايه يا ولد يا ولد تطلع تحط كره حلوه قوي من جنب ايد حائط الصد داخل الملعب من مركز 2 لمركز 1
تاخد بيها. ادي الكوره مره ثانيه اهي، كوره حلوه 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 بتوين بين مركز واحد ومركز اثنين نقطه، وتاخد ايا خالد الارسال. طبعا كابتن حمدي الصافي طلع ايا الشامي يريحها وخلى ايا خالد تنزل تلعب الارسال، والنتيجه 15-12. ايا خالد ارسال للنادي الاهلي، ضاربه مركز اثنين ايا خالد، ارسال قوي استقبال مريم متولي لدانا شوقي، سهله سهله تعديها داليا المرشدي، ولكن مفيش كفرنج على حائط الصد للنادي الاهلي في الكره اللي فاتت دي، ياخد بيها النادي الزمالك النقطه رقم 13، وتاخد دانا شوقي الارسال. دانا معد فريق نادي الزمالك على الارسال، ارسال جيد استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لكارينا في مركز اربعه قويه ولكن خارج الملعب، و 14-15. هي بنات نشد حيلنا شويه، دانا شوقي ارسال لنادي الزمالك، استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لكارينا في مركز اربعه تعديها سهله، ولكن تعدي تعدي من داليا المرشدي، مستنيين الكوره ويبصوا على الكوره قالوا ان هي تنزل بليس، ولكن مش عايزين يا جماعه ننتظر ان الكوره، وادي يعني اللاعبه ديانا رايس مش عاجبها القرار، تقول ان الكوره اتلعبت مرتين، ولكن احنا شايفين الكوره ما فيهاش حاجه والتعادل. يلا يا جماعه يلا يا جماعه نشد حيلنا شويه، عايزين نريح الدنيا ونكسب الشوط ده ونستريح وناخد البطوله. استقبال من ندى وليد لدعاء محمد لديانا، تاني كوره لدانا شوقي لايسل، تعدي سهله من مايا ممدوح لدعاء محمد لديانا رايس، لكن استقبال جيد من مريم متولي، ملكة قوية حلوة، برافو ايسل، برافو برافو دعاء ندى وليد، ولكن يعني دعاء محمد افتكرت ان الكورة جوه الملعب وفي الأخير حاولت تطلع الكورة، ولكن هارد لك، ويتقدم نادي الزمالك 16-15. شروق فؤاد نزلت مكان دعاء محمد، ودانا شوقي على الارسال لنادي الزمالك، استقبال وتعدي كره شروق، لكن ايسل مستنياها، دانا شوقي ملكة ودفاع جيد من ايا خالد مره ثانيه من المنطقه الخلفيه، دعاء الغباشي يا ولد، لكن مريم متولي مستنياها، ثاني كره ملكة قويه في حائط الصد ولسه في الملعب، ده من مايا ممدوح، دانا ملكة تعديها سهله، استقبال جيد من كارينا، وتحط كارينا يا ولد يا ولد يا كارينا، تحط كرة حلوة قوي قوي، تاتش اوت، لعبت على التاتش ونقطة والتعادل 16-16. حلوة من كارينا، تصرفت صح، تصرفت زي ما الكتاب بيقول. كارينا خدت النقطة والإرسال لكارينا أو كارينا أكاسيو. استقبال من مريم متولي لدانا شوقي، وتطلع تحطها حلوه حلوه، مايا ممدوح من جنب حائط الصد، حاولت عليها ايا خالد ولكن تاتش اوت في الاخير، ونقطه لصالح نادي الزمالك 17-16. الشوط هيبقى صعب من البدايه زي ما قلت لحضراتكم للفرقتين، الزمالك مش عايز يخسر ويخسر البطوله، والاهلي عايز يكسب ويكسب البطوله. وملك على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من كارينا لشروق لدعاء، يا ولد يا ولد يا دعاء يا ولد يا دعاء، برؤية ثاقبة للملعب للمكان الفاضي، لسقط الكرة من فوق ايد حائط الصد بليس خلف حائط الصد، تاخد فيها النقطة رقم 17. إرسال يعود للنادي الأهلي، نهلة سامح نازله على الارسال، يلا يا نهله،
عايزين خبرة السنين يا نهلة. سال جيد واستقبال من مريم متولي لدانا شوقي، سريعة حلوة من داليا المرشدي ولكن خارج الملعب بلفة ريست ايد زيادة عن اللزوم تخرج خارج الملعب ونقطة لصالح نادي الأهلي 18-17. يلا بنات، كابتن حمدي بيكلم نهلة يقول لها وجه الإرسال على مين، هنشوف على مريم متولي. تاني كرة لدانا لمريم متولي، قوية في اتحاد الصد لأيسل. مريم متولي مرة تانية وقوية وتطلعها دعاء آية خالد. كارينا، هجوم سريع لنادي الزمالك. دانا، مريم متولي قوية حلوة حلوة، سحبت حائط الصد للخارج ولعبت كرة من جنب ايد حائط الصد من مركز 4 بتوين مركز 5 ومركز 4. تعادل 18-18 ولكن دعاء الغباشي طلعت كرة قوية جدا اللي فاتت. إرسال لنادي الزمالك. سابين، استقبال من كارينا شروق ولكن مزنوقة على دعاء وتعديها دعاء. برافو دعاء مرة تانية وتطلع ملكة. يا ولد يا ولد يا مي، مين مين مين؟ مي غزال، مي غزال حائط صد سنجل بلوك حلوة قوي 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 من سنتر بلوك الشبكة من مركز 3 على ملكة اللي شاطت من المنطقة الخلفية كرة قوية زي ما حضراتكم شايفين ولكن بالمرصاد وعين الصقر تطلع مي غزال تاخد الكرة تاتش إن داخل ملعب نادي الزمالك و 19-18. شروق، استقبال خاطئ من ملكة يا ولد يا شروق ونقطة مباشرة واسم الإرسال و20-18. يلا يا بنات يلا يا بنات، خمس نقاط تفصل عن الفوز بالبطولة ويبقى العيد عيدين. هنشوف ونتابع عند شروق، وقت مستقطع للكابتن أحمد فتحي، هنتابع مع حضراتكم بعد انتهاء الوقت المستقطع. وادي شروق تقول لهم يعني نهدى شوية نركز ونهدى ونلعب ونكسب ونفوز بالبطولة إن شاء الله. اسمع ملفش الأخبار شروق فؤاد على الإرسال لنادي الأهلي. خرجت آية ونزلت آية، آية خالد خرجت ونزلت آية الشامي. شروق إرسال جيد، استقبال من ملكة المرة دي، إعداد من دانا، مريم متولي قوية وبرافو برافو شروق، لكن لسه الكورة ده يعني اللي طلع كورة كارينا وهارد لك كورة خارج الملعب و 19-20. إرسال مرة أخرى لنادي الزمالك. مايا ممدوح 19-20. استقبال من ندى وليد لشروق، تحطها الآية حلوة قوية من آية وتطلع ولكن لسه في الملعب شروق مرة تانية. مي غزال وتعدي الكورة آيسل، دانا شوقي، مريم متولي وتشوط الكورة قوية في إيد ندى وليد وخارج الملعب والتعادل 20-20. ما زال الإرسال مع مايا ممدوح لاعبة نادي الزمالك رقم 10. وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي، وقت مستقطع الثاني والأخير لي في هذا الشوط. إرسال مع مايا ممدوح لنادي الزمالك والنتيجة 20-20.
باستقبال من كارينا شروق لآية تعدي كرة لكن لسه في ملعب نادي الزمالك. ونقطة حلوة لنادي الأهلي، كرة حاولوا عليها الاثنين ولكن اعتمدوا على بعض لعيبة نادي الزمالك، والنتيجة 21 الأهلي 20 الزمالك. دعاء الغباشي على الإرسال لنادي الأهلي. بنجيب لها كرة مريم الصغير. دعاء الغباشي. سال جيد من دعاء، استقبال من ملكة مش مظبوط لدانا. مريم متولي في اتحاد الصد، تاتش اوت وخارج الملعب. دخلت في الشبكة ولكن كابتن ناصر قال ان بعد الكرة ما اتلعبت وخرجت خارج الملعب. نقطة لصالح نادي الزمالك 21-21. تاخد مريم متولي النقطة والارسال. ها؟ ارجع ورا، ارجع ورا شوية. صعب التكهن بمن يفوز بهذا الشوط ولكن نتمنى النادي الاهلي يفوز بهذا الشوط. مريم متولي. استقبال من ندى وليد لشروق. كارينا حائط صد قوي من نادي الزمالك من فريده. تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي و22 21. يلا يا بنات، يلا يا بنات، لسه 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 الشوط فيه والمباراه فيها، عايزين نكسب الشوط ده مش عايزين نلعب شوط رابع. مريم متولي. استقبال من ندى وليد لشروق، اعداد خلفي لآية قويه من آية لكن استقبال من مريم متولي مره ثانيه لدانا شوقي. ملكة وتشوت كوره واستقبال من دعاء الغباشي لشروق لكارينا وخارج الملعب من كارينا. ليه يا كارينا؟ ليه يا كارينا؟ ما لمستش حد. كوره جنب نار كابتن ناصر حمدي وباينه جدا وبيقول لهم لا ما لمستش حد. و23 21. مريم متولي. استقبال من ندى وليد لشروق، كرة حلوة لكارينا ولكن المرة الثانية حائط صد من فريد العسقلاني على النادي، على كارينا أكاسيو. والنقطة رقم 24 لنادي الزمالك. جيم بوينت لصالح نادي الزمالك 24-21. يا ترى هنلعب شوط رابع ولا إيه؟ لسه لسه الكلام ده في إيد لاعبات النادي الأهلي. مريم متولي. إرسال. استقبال من كارينا لدعاء محمد. آية يا ولد لكن ترجع تاني لدعاء الغباشي لدعاء محمد لآية مرة تانية وقوية واستقبال جيد من مايا ممدوح وتطلع ملكة تحطها قوية قوية داخل الملعب. تاتش أوت في إيد ندى وليد ليفوز نادي الزمالك بالشوط الثالث 25-21. شوطين حتى الآن لصالح النادي الأهلي 25-22 و25-18 والشوط الثالث لصالح نادي الزمالك 25-21. مشاهدينا الكرام مرة أخرى، مشاهدي قناة النادي الأهلي مرة أخرى مع مباراة النهائية في سلسلة البلاي أوف بيست أوف 3 في نهائي الدوري المصري لكرة الطائرة للسيدات موسم 22-23. حتى الآن النادي الأهلي متفوق في هذه المباراة بنتيجة 2-1 والشوط الرابع على مشارف البداية، وإن شاء الله بإذن الله يعني يفوز النادي الأهلي ويفوز باللقاء والمباراة والدوري والحفاظ على الدوري هذا الموسم. إرسال يكون مع نادي الزمالك. دانا شوقي أو مايا ممدوح على الإرسال لنادي الزمالك. لسه كابتن مشيرة بتشوف ترتيب دوران الفرقتين داخل أرض الملعب مع فريق نادي الزمالك. هتخلص وتروح على النادي الأهلي. إرسال مع نادي الزمالك مع مايا ممدوح لاعبة نادي الزمالك رقم 10. استقبال مش مظبوط من دعاء الغباشي، أول مرة دعاء تستقبل كورة مش مظبوطة ولكن هارد لك واحد لا شيء حتى الآن لصالح نادي الزمالك في بداية الشوط الرابع. شايف لاعب رقم 11 للنادي الأهلي سارة أمين نزلت، هنشوف مين اللي طلع. أعتقد دعاء الغباشي.
استقبال من ندى وليد، لكن ترجع لفريده العسقلاني هديه على الشبكه، وتقبل الهديه فريده العسقلاني وتاخد النقطه رقم 2 لنادي الزمالك. مايا ممدوح استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، ايا الشامي، وخارج الملعب جوه الملعب جوه الملعب فعلا كابتن احمد حتى بيحيي او كابتن ناصر حمدي. وواحد اثنين والارسال مع مي غزال للنادي الاهلي. يلا بنات مي، ارسال جيد من مي واستقبال من ملكه لدانا شوقي. مريم متولي يا ولد يا ولد يا ولد، حائط صد جيد جدا على الشبكه من ديانا رايس، وايا الشامي تيجي في ايد ديانا وتنزل تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك. و2 2 2 2 مي غزال استقبال من ايسل دانا شوقي، فريده تعديها سهله، واستقبال من دعاء محمد وتطلع مره ثانيه مع النادي الاهلي. دعاء محمد لكارينا تاتش في لكن تلحقها، ومريم متولي يا ولد يا ولد يا ديانا يا ولد يا ديانا، يعني ما شاء الله انا الملك نازله بتقول لهم انا الملك او انا الملكه، و3 2 لصالح النادي الاهلي للتاني مره على مريم متولي ورا بعض. تاخد ديانا رئيس البحائط الصد مع ايا الشامي، ولكن يعني مركزه ما شاء الله عليها ديانا رئيس، مركزه كويس قوي مع الكوره وعينيها حلوه على الكوره، و3 2 لصالح النادي الاهلي. مي غزال واستقبال من ملكة لدانا، اعداد خلفي لمريم متولي وتطلع تحطها حلوه مريم، يعني بيهايند لاين على طول من مركز 2 بين توين بين مركز 4 ومركز 5. 3 3 تاخد مريم النقطه والارسال، كره قويه ايه حقيقه، يعني ما لحقتهاش مي غزال. هارد لك استقبال من نادي الاهلي، ترجع تاني لنادي الزمالك وتطلع حائط صد جيد مره تانية. تاني كرة في مركز 4 ملكة، قوية ملكة ولكن خارج الملعب، وفي لمس على حائط الصد على اعتقد مين، سارة امين، لا سارة ورخ لسه ما طلعتش قدام، هنشوف لو تعادت. واربعة الزمالك ثلاثة الاهلي. مريم متولي استقبال جيد من سارة امين، تاني كرة وحلوة حلوة آية، الله عليك يا آية، كرة قوية من مركز 2 لمركز 6، حطت فيها كل خبرتها في الكرة اللي فاتت، و4 4 تاخد آية الشامي النقطة والإرسال. يلا آية. إرسال جيد لملكة، لدانا شوقي خلفي، لفريدة، وتحطها فريدة من جنب إيد كارين أو كارينا كاسيو، ما تلحقهاش ندى، ونقطة لصالح نادي الزمالك 5 4، تاخد فريدة النقطة والإرسال. شوط اهم شوط في المباراه. فريده خارج الملعب من فريده، وخمسه خمسه. مين على الارسال لنادي الاهلي؟ كارينا اكاسيو على الارسال للنادي الاهلي. يلا كارينا، ونقطة مباشرة واسم الإرسال من كارينا على مريم متولي وأيسل، والنقطة رقم 6 للنادي الأهلي. 6 5 عندها طقوس كارينا وهي بتلعب الإرسال، لازم تستنى الكورة وهي في الملعب وتروح على الإرسال، هنشوفها مرة ثانية وتدي ظهرها للملعب. إرسال مع كارينا، مرة تانية مريم متولي، دانا شوقي، ملكة، وحائط صد قوي، لسه الكورة تاني مع النادي الأهلي، ولكن أربع لعبات على نادي الزمالك. فور باس.
كارينا ما زالت على الارسال، اهو شفت حضراتكم الطقوس بتاعتها اللي بتعملها قبل اي ارسال. 7-5 ارسال جيد، استقبال من ملكة لدانا سريعه لداليا المرشدي، تلمسها بس كده وتعدي، تيجي في ايد دعاء محمد وتنزل جنبها، ونقطه لصالح نادي الزمالك 6-7. دانا شوقي على الارسال لنادي الزمالك، معدد فريق نادي الزمالك. استقبال جيد من كارينا، دعاء محمد لسارة أمين، يا ولد يا سارة لكن تطلعها مريم متولي مرة تانية، وحلوة قوي 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 خلفية، ولكن حلوة أحلى من كارينا، وتطلع تشوطها آية من المنطقة الخلفية. تاني كورة ملكة من مركز أربعة، تعدية سهلة سارة أمين، دعاء محمد لكارينا، ولكن خارج الملعب من كارينا، والتعادل 7-7. في عدم تركيز في الكورة اللي فاتت من كارينا. هارد لك لسه بدري. ودانا شوقي ما زالت على الارسال لنادي الزمالك. دانا استقبال من ندى وليد لدعاء محمد، تطلع ساره امين، يا ولد يا ساره، ولكن خارج الملعب من ساره، بتقول انها لمست حائط الصد، ولكن يعني كابتن مشيره واقفه جنبها، لو في لمس او تلامس هتقول. و8-7 يلا يا ساره، يمكن ضرباتك اللي احنا متعودين عليها، ولكن للامانه الكره كانت مزنوقه عليها شويه. دانا ما زالت على الارسال، و8-7 استقبال من كارينا، اعداد خلفي حلوه، يا ولد يا ولد يا ولد، وان ليج على طول من ديانا رايس، حلوه قوي من دعاء محمد لديانا رايس، تطلع تحط الكره داخل الملعب وتاخد النقطه والارسال، و8-8. يلا يا بنات نخلص الماتش بقى ونخلص الشوط. ارسال جيد، استقبال من ايسل لدانا، وسريعه من داليا المرشدي، تيجي في ايد ايه الشامي وتخرج خارج الملعب، و9 الزمالك، 8 الاهلي. ملك على الارسال لنادي الزمالك. ملك المحترفة البرازيلية. هو دي الكابتن حمدي الصافي والكابتن احمد فتحي، الحقيقة اثنين مديرين فنيين من العيار الثقيل. سارة أمين، كارينا، آية الشامي، مايا ممدوح، الكرة سريعة لداليا المرشدي مرة ثانية من مركز ثلاثة، أحط الكرة بتحاول عليها ندى ندى وليد، ولكن في الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك، 10-8. توجيهات وتعليمات من الكابتن أحمد فتحي لداليا المرشدي. سنتر بلوك نادي الزمالك. ملكة على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال من كارينا لدعاء الغباشي، يا ولد يا ولد يا دعاء، يا ولد يا دعاء، تطلع تحط الكورة تاتش إن داخل الملعب في إطحاءات الصد، والنقطة رقم 9 لنادي الأهلي، 9-10. والإرسال مع دعاء محمد لاعبة نادي الأهلي، معدة فريق النادي الأهلي رقم 20. مثال جيد، استقبال من ملكة، إعداد من دانا، وتطلع مريم متولي، ولكن كارينا تحط كورة ولمس شبكة على دعاء محمد. 12-9 ولا 11-9 هنشوف.
في الاخير نقطه للنادي الزمالك. حداشر تسعة زي ما شفنا على طاوله التسجيل. استدعاء من كابتن ناصر حمدي لفريد العسقلاني وآية الشامي كباتن الشوط للفرقتين بعدم الاعتراض. في الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك. داليا المرشدي على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال جيد من كارينا. دعاء محمد إعداد خلفي وتطلع تحطها دعاء الغباشي ولكن خارج الملعب. و12 تسعة مباراة رايحة جاية بين الفرقتين أو الشوط رايح جاي مش عارفين مين اللي هيفوز. نتمناه أهلاوي. استقبال من كارينا لدعاء محمد. إعداد خلفي مرة تانية لدعاء الغباشي لكن تطلعها مريم متولي وبرافو ندى وليد. دعاء محمد خلفية لكارينا مرة تانية فريدة لمريم متولي قوية حلوة لكن لسه في الملعب. آية الشامي تعديها سهلة مرة تانية لنادي الزمالك لدعاء المتولي او مريم متولي ولكن تحط الكره في الشبكه ونقطه لصالح النادي الاهلي 10 12. يلا يا بنات يلا يا بنات خلصونا من الشوط ومن المباراه. 10 12 الارسال يعود للنادي الاهلي. دعاء الغباشي على الارسال للنادي الاهلي. ارسال جيد من دعاء. مريم متولي استقبال دانا سريعه لفريده لكن لسه في الملعب. دعاء الغباشي لكارينا في اتحاط الصد ملكة دانا شوقي. مريم متولي من منطقه من مركز اربعه وبرافو مي غزال. برافو مي غزال حائط صد وعين صقره على الكوره تاخد الكوره حائط صد قوي تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك. 11 12 كلام مع آية الشامي وكابتن ناصر حمدي. حماس ملعب مفيش مشكلة فيه. مريم متولي دانا سريعة الفريدة وتحطها تحطها تحطها داخل الملعب وما تلحقهاش ندى وليد ولا كارينا أكاسيو ونقطة لصالح نادي الزمالك 13 11. هارد لك يا ندى. ندى وليد الإبرو مستقبل هايل للنادي الأهلي ومنتخب مصر. مايا ممدوح استقبال من دعاء الغباشي لمي غزال. تاني كوره دانا شوقي مريم متولي خارج الملعب ونقطه لصالح نادي الاهلي و12 13. يلا يا رجاله يلا يا بنات. رجاله ايه بس يلا يا بنات كده يعني سيد البنات كمان. مي غزال ارسال استقبال من ملكة دانا شوقي لفريده. يا ولد يا ولد يا كارينا. كارينا اكاسيو حائط صد سنجل بلوك على ماري على فريده العسقلاني تاخد بيها نقطه التعادل و13 13. يلا كارينا يلا يا ديانا وارسال لمي غزال. وقت مستقطع للكابتن احمد فتحي. انتهى الوقت المستقطع. فرقتين داخل ارض الملعب. ارسال مع مي غزال و13 13. استقبال من ايسل لدانا. اعداد خلفي لمريم متولي قويه لكن برافو دعاء الغباشي. مره ثانيه فريده لدانا. اعداد خلفي مره ثانيه لمريم وقويه المره دي من بين ايد حائط الصد ان بتوين تاخد بيها النقطه رقم 14 مريم وتاخد الارسال.
14 13 ارسال لنادي الزمالك مريم متولي، استقبال من دعاء الغباشي لدعاء محمد لآية الشامي، لسه في الملعب ولكن برافو آية الشامي، حاولت عليها مايا ممدوح ولكن في الأخير نقطة لصالح النادي الأهلي و14 14. آية تاخد النقطة والإرسال والتعادل. آية الشامي إرسال. استقبال من ميلكا، تاخد الكرة مرة ثانية لكن استقبال من كارينا لدعاء محمد، لكارينا في مركز أربعة قوية في إضحاء الصد وتطلعها فريدة، تاني كرة لميلكا قوية من ميلكا ولكن الكرة ما تعديش في السبقة، تيجي في الشبكة في الحد العلوي للشبكة وتخرج خارج الملعب ويتقدم النادي الأهلي على نادي الزمالك ب 16 14 أو عفوا 15 14. آية الشامي استقبال من ميلكا لدانا، اعداد خلف الفريده قويه من فريده لكن دعاء الغباشي تطلع كوره وكارينا لسه في الملعب. يا جماعه اتحركوا شويه يا جماعه، لكن هارد لك مفيش مشكله. تعادل 15 15 فريده، تعليمات من كابتن احمد فتحي، تاخد الارسال، توجيه من كابتن احمد فتحي لفريده العسقلاني للارسال. إرسال زملكاوي، استقبال من كارينا، دعاء محمد لكارينا مرة تانية وقوية كارينا تاتش ولكن تطلعها مرة تانية فريدة، ملكة قوية حلوة وبرافو ندى وليد، تاني كرة مع دعاء محمد لكارينا تعديها سهلة، هتطلع ملكة تشوط ما شاطتش، تطلعها آية الشامي لدعاء محمد لكارينا المرة دي قوية من كارينا تاتش أوت حلوة حلوة في إيد داليا المرشدي وخارج الملعب، والنقطة رقم 16 لنادي الأهلي. إرسال مع النادي الأهلي، هذه الكرة مرة تانية قوية قوية من كارينا في إضحاء الصد وخارج الملعب داليا المرشدي. كارينا أكاسيو إرسال للنادي الأهلي، استقبال من مريم متولي لدانا لملكة تعديه سهلة، يلا بنات كارينا أو ديانا وتطلع ديانا تحطها قوية حلوة حلوة تاتش أوت في إيد حائط الصد وخارج الملعب، حاولت عليها مايا ممدوح ولكن نقطة لصالح النادي الأهلي 17 15. زي ما قلت لحضراتكم الشوط رايح بين الفرقتين، نتمنى إنه ينتهي هذا الشوط وننتهي المباراة لصالح النادي الأهلي. كرة هايلة من دعاء محمد لديانا رئيس، كرة حنجلة أو وان ليج على طول كده تطلع تحط الكرة داخل الملعب. كارينا استقبال من مريم لدانا سهلة لداليا المرشدي، يا جماعة كرة سهلة قوي قوي وباينة إنها هتتسقط، كارينا ما عملتش الفوت وورك بتاعها فالكرة نزلت قدامها والتعادل أو 7 أو 16 17. دانا شوقي إرسال لنادي الزمالك، استقبال خاطئ من برافو برافو ديانا رايس والله صلحت الكوره، تاني كوره مع نادي الاهلي، كارينا دعاء لديانا تحط الكوره، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كارينا، الكوره الاولانيه يا جماعه كان استقبال خاطئ من كارينا تحطها لدعاء وتعديها ديانا سهله، والكوره الثانيه تتعمل لديانا رايس وان ليج برده نفس الكوره اللي فاتت تطلع تحطها داخل الملعب، وتغيير نزل ايه خالد على الارسال وتخرج ديانا رايس و18 16. آية خالد لاعبة النادي الأهلي رقم 16 ضاربة مركز 2 آية، سال جيد من آية، استقبال من أيسل لدانا لملكة تحط الكورة، استقبال من آية الشامي لكن
كارينا وتعديها دعاء الغباشي سهله. ويا ولد يا مي، لكن لسه 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 مع النادي الاهلي. دعاء محمد لمي مره ثانيه، يا ولد يا ولد يا ولد، عين صقر والله يا مي، الكوره دي تتحسب لك، كرة حلوة قوي، حائط صد جيد، ترجع كرة مرة تانية تاخدها لمي لدعاء محمد وتاخدها منها مرة تانية وتسقطها داخل خط التلت من مركز ثلاثة لمركز اتنين خلف ديانا رايس وتاخد بيها نقطة رقم 19 19 16. إرسال مع آية خالد مازال للنادي الأهلي. إرسال قوي، استقبال جيد من مريم متولي، اعداد وداليا المرشدي مره ثانيه، لكن مي غزال حائط صد قوي لدعاء غباشي في مركز اربعه، قويه حلوه تطلعها ايسل لدانا شوقي، تطلع مايا ممدوح وقويه حلوه داخل الملعب من فوق ايد حائط الصد تاخد بيها النقطه رقم 17. ملك على الارسال لنادي الزمالك و17 19. ملك استقبال من دعاء الغباشي وتعديها دعاء محمد، ولكن لسه في الملعب مره ثانيه مي غزاله، هتطلع تعمل ايه؟ وبرافو يا مي، تاني كوره مع نادي الزمالك. مريم متولي قويه تاتش في ايد حائط الصد، لكن تطلعها ندى وليد لمريم محمد للمنطقه الخلفيه قويه، ولكن مستنياها ملكة اعدلها. تاني كوره مايا ممدوح قويه وخارج الملعب، ولكن الكوره انا شايفها خارج الملعب وهنشوف لما تتعاد، ولكن يعني دعاء الغباشي زعلانه جدا ان الكوره دخلت اتحسبت جوه الملعب. هنشوف مره ثانيه كوره، يا ريت نشوفها في الاعاده. في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 18 19. دعاء الغباشي، دعاء محمد، دعاء الغباشي مره ثانيه، ايسل، دانا شوقي، اعداد في المنطقه الخلفيه الملكه في ايد حائط الصد وتاتش اوت ونقطة والتعادل 19 19. شوط صعب 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 على الفرقتين. وقت مستقطع على الكابتن حمدي الصافي. هنشوف تعليماته للاعبين وتنفيذها على أرض الملعب بعد انتهاء الوقت المستقطع. ارسال مع نادي الزمالك مع ميلكا. تسعتاشر تسعتاشر الشوط الرابع واتنين واحد في الاشواط لصالح النادي الاهلي. دعاء محمد لمي غزال وخارج الملعب من مي غزال، و20 الزمالك 19 الاهلي. ايه اللي حصل؟ مش عارفين، ان شاء الله نعوض ونكسب. عدم تركيز بس شويه، نركز شويه في الملعب هنكسب الشوط ان شاء الله. ملكة سال جيد من ملكة واستقبال من دعاء الغباشي، لكن تعدي ملعب نادي الزمالك مره ثانيه، اعداد خلف المريم متولي قويه، برافو ندى وليد، تطلعها مي غزال، دعاء الغباشي قويه، يا ولد يا ولد يا دعاء، تحط الكوره تاتش ان داخل الملعب والتعادل 20 20. ها لسه معانا، لسه معانا وقت نكسب الشوط. تعادل 20 20، برافو دعاء الغباشي، تاتش ان في ايد داليا المرشدي داخل ملعب نادي الزمالك. دعاء محمد على الإرسال. سال جيد، استقبال من ايسل لدانا، سريعة حلوة للمرشدي، لكن برافو ندى وليد، تاني كرة آية الشامي تعديها سهلة، يا ولد يا آية يا ولد، رغم إن الكرة جت وراها ولكن يعني تعدي الكرة وتنزل خلف حائط الصد في منتصف الملعب، ياخد بيها النادي الأهلي نقطة رقم 21 21 20. وما زال الدعاء محمد على الإرسال لنادي الأهلي.
استقبال من ايسل مش مظبوط، تطلع تخلص يا ولد يا ولد يا مي. الله عليكي، ده مش مي، ده دعاء الغباشي. حطت كرة حلوة قوي، ده هنشوف مين. ايا الشامي اعتقد حطت كرة بليس كده على الشبكة. ادي الكرة مرة تانية اهي، هدية جاية لها. تطلع ايا تحط الكرة داخل الملعب، دي دعاء الغباشي يا جماعة، وتحط كرة حلوة قوي داخل الملعب. بليس تاخد بيها نقطة رقم 22، وياخد الكابتن احمد فتحي الوقت المستقطع الثاني ليه في هذا الشوط. نقطة مهمة اللي جاية للنادي الأهلي. 22-20. دعاء محمد ما زالت على الإرسال. استقبال من آيسل لدانا لمريم التولي في مركز أربعة في حالة الصد. تطلعها دعاء الغباشي، دعاء محمد، آية الشامي، آية الشامي. ولكن يا ولد يا آية، يا ولد يا آية، كرة ونقطة لصالح النادي الأهلي. 23-24. النقطة اللي جاية بقى نقطة الأمان لصالح النادي الأهلي. 23-22 أو 23-20 عفوا، نقطة الأمان اللي جاية. برافو آية الشامي. 23-20. دعاء محمد إرسال. نادي سبورتنج في انتظار تسليم أو مراسم تسليم الجوائز عشان المركز الثالث. مريم متولي وحائط صد قوي، تستقبلها ملكة مرة تانية. تاني مريم متولي تسقطها المرة دي، تطلعها دعاء محمد لندى وليد. تحط كارينا كرة حلوة، تطلعها مايا ممدوح. تاني كرة خلفية في مركز ستة لملكة، ندى وليد، دعاء محمد. وكارينا يا ولد قوية، ولكن تستقبلها ملكة مرة تانية. وبرافو ندى، وتطلع حلوه حلوه، كره حلوه من قويه تاخدها ندى، ولكن تيجي هديه لداليا المرشدي زي ما جت لدعاء الغباشي، تسقطها داخل الملعب. 21-23. تغيير لنادي الزمالك، داليا المرشدي خارجه ونازله سابين حسن عابد. ادي سابين تنزل على الارسال، ولكن اعتقد في وقت مستقطع للكابتن حمدي الصافي. و22 عفوا وقتين مستقطعين لكلا المديرين الفنيين الاخيرين، يعني ما عادش في وقت مستقطع تاني لاي واحد لحتى نهايه الشوط. 21-23 نقطتين تفصل النادي الاهلي عن الفوز بهذا اللقاء، ونقطتين فارق بين الفريقين. طبعا وقت مستقطع تكتيكي من كابتن حمدي الصافي. كابتن مشيرة بتشاور للكابتن حسن او كابتن ناصر حمدي، بتقول له كلا المدربين استنفذوا الوقت المستقطع الخاص بيهم في الشوط ده. سابين حسن عابد ارسال لنادي الزمالك، استقبال من ندى وليد، دعاء محمد، آية الشامي. يا ولد يا آية يا ولد، نقطة الأمان لدعاء الغباشي، نقطة الأمان من دعاء الغباشي للنادي الأهلي. 24-21 ماتش بوينت، نقطة المباراة لصالح النادي الأهلي. ودعاء الغباشي على الإرسال بعد الكرة الجميلة اللي شاطتها تاتش أوت في حائط الصد. ماتش بوينت، نقطة المباراة لصالح النادي الأهلي. إرسال جيد، استقبال من مريم لدانا، إعداد خلفي لمايا ممدوح، ولسه في الملعب. برافو ندى وليد، هتعديها يا الشامي. مايا ممدوح مرة تانية، دانا شوقي، مريم متولي. يا ولد يا ولد يا ولد، ويفوز النادي الأهلي بالشوط الثالث والمباراة والدوري العام موسم 22-23. والعيد عيدين النهاردة، عيد الفطر وعيد النادي الأهلي الفوز بالبطولة بثلاث أشواط مقابل شوط واحد. شوط أول وثاني لصالح النادي الأهلي 25-22، والشوط الأخير لصالح النادي الأهلي أيضا الشوط الاخير 25-21، والشوط الثالث لصالح نادي الزمالك 25-21. مبروك النادي الاهلي، مبروك الفوز باللقاء والفوز بالدوري، وهارد لك لنادي الزمالك. مشاهدينا الكرام، سعدت بصحبتكم في هذا اللقاء الشيق الممتع بين الفريقين. حمد السيد يحييكم، والى لقاء اخرى
قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فإلى استوديو التحليل وكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام.